الآن بالنسبة لي كسر السوق، وقلتها ولن أتراجع عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله شباب، شلونكم؟ سويلة سكب خير، نفس سويلة معكم. قررت أخلي الشهر هذا شهر صحي، فاليوم إحنا رايحين المطعم برضو صحي، هذا تقريبا ثاني مطعم صحي بروح له، اللي هو كيف مان فود، واحدة من المطاعم اللي دائما أنا أروح لها وأحبها. فخلونا اليوم نروح نشوف وش عندهم وبسم الله. دائما القاك هنا عند المطاعم. ما شاء الله، ايش رايك بني ادم هذا؟ شوفون الحين ما شاء الله ترى معضل بس الثوب ما بين. وش اكثر شيء فادك في الحياه؟ جت مطاعم هذه مو سبونسر الوضع. لا المطاعم صحيه صح، الاكل نظيف. فعشان كذا دائما احرص على المطاعم هذه واحب اسوي لها تغطيات، لانها فعلا خرافيه وتاثر على حياه الناس. وانت تاكلها كل يوم صح؟ تقريبا يوميا ياكل منها، فتكلف شكلي ودي نطير رخيص. يلا ابن عمو مع السلامه، شكرا على المداخله. بس هذا عشان تعرفون اي مره اروح لها المطاعم تفيد الناس بشكل مره خرافي. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، فجاه عرفت اللي اختفى عني فتره، طلع معضل يقول اروح نادي واكل زين. كيف تاكل زين؟ يقول حتى لو رحت برا صرت اكل زين على بدايه المطاعم هذه. فعشان كذا انا دائما احب اتكلم عن المطاعم هذه لانها فعلا مفيده للبشر. خلونا نشوف وش موجود معنا في الكيس. شوكه، سكين، ملعقه، منديل، بيبسي طلبتها عقب ما شريتها، فالفاتوره اللي معي الان فاتوره الوجبه لحالها. وها هنا تشوفون وجبتنا الجميله جوا هذه العلبه. طبعا العلبه هذه راهيه ومليانه فل الفل. السعر كم؟ 19 ريال للدجاج الباربيكيو، وبنفس الوقت ريال ضريبه، فالتوتال 20 ريال. سعرهم مره مره خرافي، لكن اتمنى انهم يقللون اكثر واكثر، لان دائما اقول مطاعم هذه مطاعمكم عباره عن نمط حياه صحي، فالواحد وده ياكل منها كل يوم مو بزي اي مطاعم ثانيه. فكل ما قللت كل ما صار الموضوع احسن واحسن. فخلونا نشوف وجبتنا اليوم. طيب وجبتنا اليوم كالاتي: ماخذين رز ابيض مع سلطه ودجاج باربيكيو، اللي من اطعم شيء ما ذقت مثله، شيء خرافي. هذا شيء خرافي، هذا دايت مو بدايت تروح تاكله. اوف الرز، خليهم ياخذون صوص الميت بولز يصبونه هنا ويطلع لك رز مره خرافي. تقول دايت مين دايت؟ طبعا هم كيف مان فود، زي ما شفت ديكوراتهم واغراضهم كلها كذا، فعلا رجل كهف. فتحس يعني هم هدفهم انك تاكل اكل رجل الكهف اللي اول ما كان ياكل اكل فيه مواد حافظه والامور هذه كلها. فهم يحاولون ان ما يحطون هذه الامور جوا، ما اقدر اجزم انهم ما يحطون، بس انه يعني هم يقولون. شوف كيف هالدجاجه مغرقه مره في مغطسه بباربيكي صوص. خلونا نذوقها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رباه يا رباه، ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش احكي. وهنا الرز بالدجاج بالصوص حق الميت بولز. بعض الاحيان اذا اشتهيت احط الصوص حق الباربيكيو، فيجيك ميكس اوف. يا عيني يا عيني يا عيني، هذا الاكل الصحي اللي له طعم خرافي. اقدرهم، اقدر هالناس بشكل ما تخيلونه صراحه، ما تتصور قد ايش احب هذا الموضوع. ما شفت عندي بطاقه معهم، في بطاقه كوبونات جديده انا لحقت عليها، ما لها ما ادري كم يوم طالعه. عندي تقريبا اربع وجبات، اذا وصلت 10 وجبات يعطونك وجبه فري. فصح انها ب 19، بس انك اذا اخذت منهم 10 مرات وجبه بتجيك فري ب 19 ريال، ف بيخفف عليك تقريبا ريال ونص لريالين، فبتوصل وجبتك الى 18 ريال. توفير، الموضوع فيه توفير. الله، وجبه بالاجواء الجميله. صح انه حر، بس اليوم يعني اخف الاجواء الحر، طالع الجو يعني حلو. انا تقييمي لهذه الوجبه الصحيه على انها وجبه صحيه، لكنها شيء جبار جبار صدقوني. الاكل الزين، الاكل الصحي، الاكل اللي طعمه حلو، له طعم. و ايش بقالك؟ الان بالنسبه لي كسر السوق، وقلتها ولن اتراجع عنها مره، خذوها مني. الو. هذه تغطيتنا لليوم، اللوكيشن تلقونه تحت بالوصف. لا تنسى تضغط لايك وسبسكرايب
وتروح تجرب الوجبة الجامدة هذه. المنيو هذا بحطه قدامكم، شوف اللي يعجبك وروح كل منا. أحب دجاج الباربيكيو، ما أخذ أي شيء غيره، وصلى الله وبارك. هذا فيديونا لليوم، أتمنى أن أعجبك الفيديو، واصبروا علي باقي مقطعين بعدها نرجع لأكلنا العادي اللي هو كله دسم في دسم. على العموم كان معكم نايف السوالم، شوفكم فيديو ثاني إن شاء الله، في أمان الله.